بنت بطلي جنان واستني بقى. الشيخ ده لو براود اسد فرجت عليه الناس. اوعى ايدك دي، انت من هنا ورايح مالكش اي حكم عليا. قد الكلام ده رؤيه؟ اه قد، وسبق وحذرتك قبل كده، لو مشيت في سكك الغلط انت من سكه وانا من سكه. ماشي يا فارس بيه؟ يا بنت انت اكتر واحده عارفه انا شقيت وتعبت قد ايه. صدقت ربنا كرمني وربنا وقف جنبك كتير قوي لغايه ما كبرت وبقيت راجل. تقوم اول ما تشم نفسك كده تشطح وعاوزنا طوعك. يا بنت انت معاده الدنيا كده ليه؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ جو واسخ، وبعدين النقله اللي اتنقلتها دي، فلوس وعربيه ولبس، ايه كل ده منين؟ تكونش فاكرني عبيطه. لا انت مش عبيطه، انت وش فقر. كلمتين ابرك من جورنال، عايزه ايه؟ عايزك تحل عن سنين ومالكش دعوه بيا تاني، وخليك بقى في اللي انت فيه، على الله ينفعك. هينفعني يا رؤية، عشان انا عارف انا عايز ايه، وعلى فكره انا متين لا فيكي، عشان كده ثقه في الله اكسب. سليم الوزان مقدم شكوى ضدك، انت مش عارف ان عضو مجلس الشعب عنده حصانه؟ عارف يا باشا، بس انا اعتمدت ان احنا نمسكه متلبس. بس في حاجه حصلت غلط، ايه هي؟ انا مش عارف. برضه ما ينفعش تعمل معاه كل ده لمجرد شكوك. يا باشا مش شكوك، انا حققت مع الواد اللي اتمسك بشحنه السلاح، اعترف لي ودخل الحجز من هنا، اتقتل من هنا. ده سيادتك تفسره بايه؟ برضه ده مش دليل. هات لي دليل واضح وانا اقف في ظهرك واطلب رفع الحصانه عنه. طب اصبر عليا بس يا باشا، وانا هجيبه لك خالص مخلص بالدليل اللي انت عايزه. وبعدين ما احنا طول عمرنا اللي بيضايقنا بنعمل معاه كده، وكنت بتقف في ظهري. اشمعنى المره دي قلقان من سليم ده؟ انا مش قلقان، انا خايف عليك انت. شوف يا عصام، انت ظابط كفء ومن انبه تلامذتي وعندك مستقبل كبير ان شاء الله، وانا بقول لك كل ده يا عصام علشان ما تستعجلش وتوقع نفسك في مشاكل. طب بس انت اديني الفرصه دي، هراقبه من بعيد لبعيد لحد ما يقع، وان شاء الله هكون عند حسن ظنك زي كل مره. براحتك يا عصام، انا عامل عليك انت. وبعدين يا تهامي، هو الواد الظابط ده هيفضل مفتح لنا عليه؟ بصراحة يا سليم بيه احنا لازم نتصرف معاه، الواد مش عايز يجيبها لبر. يبقى نخلص منه. اه لحد كده ومش سكتي. في حد قال لك انها سكتك؟ اخلص عليه اللي هو موته؟ وفي اسرع وقت. نعيم هيقول لك على سكك وانت تنفذ على طول. يا باشا انا ماليش في السكة دي. جريالة، انا لما امر انت تنفذ بالسكان، فاهم؟ لو ما خلصناش من الضابط عصام دوت هيضيعنا كلنا. احنا في مركب واحده، لو غرقت هتغرق بينا. نفس العمليه دي يا فارس، كفئتك عندي كبيره قوي، تامن بيها مستقبلك وفي نفس الوقت نخلص من قلق الواد الظابط ده، ولا عاوز تقضي بقيه عمرك في السجن لو كشفنا الواد ده؟ انت رجالتك كتير، اشمعنى انا؟ عشان انت لسه العيب مش عليك، ما عندكش سوابق، محدش هيدور وراك. انا متاكد انك هتخلص على نظافه من غير ما حد يحس بيك. فارس، احنا في لعبه خطر، التردد هيضيعنا كلنا. خلص يا فارس خلص، انا مش عاوز ازعل منك لان زعلي وحش قوي. نقول مبروك؟ مبروك يا كبير، انا رايح اطهرب.
نقول مبروك؟ عقبالك، اطلع. مقتل ضابط شرطة في حادث سرقة بمنزله. ارتحت يا أخي وريحتنا معاك. أحسن يا حبيبي، عشان تعرف تشتغل براحتك. أيوة. أهلا 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 بالبطل. أنا كنت عارف إنك قدها ودود. طلباتك أوامر يا كبير، مع إن اللي ساعدتك طلبته مني حاجة صعبة أوي، بس ربنا يعديه على خير. هتعدي هتعدي. ده أنا سمعت إن الدنيا مقلوبة في المديرية، بس تبات نار تصبح رماد. أيوة، دي المكافأة بتاعتك اللي أنا وعدتك بيها، كنت بجهزها لك. عاوزك بقى تنسى وتروق نفسك على الآخر عشان نتبل لشغلنا الجاي. ماشي يا كبير. ازيك يا فارس؟ ازيك يا ابن عم؟ اثبت مكانك، اثبت. أي صورة يا ولد دكتور؟ اللي فوق دي ولا اللي تحت؟ اللي تحت. تصدق انه عامل لك قرنين بجد؟ ومين دول اللي معاه في الصورة؟ معاك؟ انت مين؟ انت اللي مين؟ ياد ده هيتجنن ويشوفك. حالف ما ابلغ الا منظف نفسي يا باشا. والله ما عارف اقول لك يا باشا ولا اقول لك يا ابن عمي. ياد خلي بساط احمدي. قول لي يا باشا طبعا. ماشي يا ابن عمي. اخر حاجه كنت اتخيلها ان ابن عمي يطلع بالنظافه دي. طب ما تولع وتعزم على ابن عمك ولا انت ايه؟ انت بتدخن؟ ده انت الداخليه فسدت اخلاقك على الاخر. المهم قول لي العمليه امتى؟ هتستلم الشحن دي امتى؟ بعد بكره. طب خلي دي معاك. يا ربنا يخليك من معايا ولاعه زب وبنزين. زب وبنزين؟ يا ابني ركز معايا، الولاعه دي فيها جهاز تتبع، دي الحاجه الوحيده اللي هتوصلنا ليك انت والناس يوم العمليه، دي ما تسيبهاش من جيبك يا فارس. امسك الولاعه دي، ما فيهاش جهاز تتبع، يعني لو ما لحقتنيش اروح في 60 داهيه، وانت عارف سليم شراني. ما تخافش من سليم، احنا جدع، انت بس ركز وخليها على الله. علي النعمه من نعمه ربي اللي تترقى على حسي. علي النعمه انت قدها ان شاء الله. سلام يا فارس. رعاية الله.